الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذا بيان طريق المنحرفين في باب أسماء الله وصفاته. وبدأ المصنف رحمه الله، أو ذكر المصنف رحمه الله، بدعة التأويل لأنها الأشهر والأكثر ظهورا. هذا أمر. والثاني أن النفوس تميل إليها أكثر من الميل إلى التمثيل. والثالث أنها البدعة الباقية، فالتأويل فالتمثيل قول قال به جماعة، إلا أنه انقرض وذهب قائله فلم يعد له حضور في كثير من كلام المتكلمين في أسماء الله تعالى وصفاته. لأجل هذه الأسباب الثلاثة نص المؤلف رحمه الله على التأويل ذكرا، فقال: فكل من أول في الصفات. ما هي الأوجه الثلاثة؟ أن التأويل الأكثر ظهورا وانتشارا، والثاني أنه الأقرب إلى ميل النفس وقبولها، والثالث أنه الباقي. الثالث أنه الباقي. يقول: فكل من أول في الصفات. وذكرنا في التعليق على هذا أن التأويل في الجملة نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل له معنى صحيح وله معنى فاسد. المعنى الصحيح يندرج فيه ثلاثة أمور: الأول التفسير، وهذا هو الأغلب والأكثر وعليه قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في قوله جل وعلا: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوصل يكون: وما يعلم تفسيره، أي تفسير المتشابه، إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه. والمعنى الثاني من معاني التأويل هو ما يؤول إليه الخطاب وما ينتهي إليه، وهذا بعضهم يلحق به كن حقيقة الخطاب وكنه، ونحن جعلناها قسمين: التأويل بمعنى الترجمة والامتثال، والتأويل بمعنى الحقيقة والكن، وهما الحقيقة جانبان. أما ما يتعلق بما يقول إليه من حيث العمل والامتثال، فإن امتثال الإنسان بما أمر الله هو تأويل له، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها: كان أكثر ما يقول كان يكثر أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا يعمل به. ويأتي بمعنى الحقيقة والكن، أو ما ينتهي إليه الخطاب، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو الذي فسرت به آية آل عمران على قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الثلاث معاني أو المعنيان من معاني التأويل الصحيح. وأما التأويل الفاسد المذموم، وهو ما أراده المصنف رحمه الله هنا، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى يحتمله النص من غير دليل، من غير دليل أو من غير مرجح، وهو ما يعرف بالتأويل المذموم. وهو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه صرف له إلى معنى لا يعضده دليل ولا يسنده مرجح، و
وهو الذي أراده المصنف رحمه الله. فكل من أول في الصفات أي صرفها عن معانيها الظاهرة المتبادرة إلى معاني يحتملها النص لكن ليس ثمة ما يرجح هذا المعنى من دليل، فهؤلاء هم الذين قال فيهم فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. قال رحمه الله فكل من أول في الصفات، الصفات أي في صفات الله عز وجل وما أخبر به عن نفسه، وهذا يشمل التأويل في الأسماء لأن الأسماء مشتملة على معاني وهي الصفات، فكل اسم يدل على صفة. قال كذاته من غير ما إثباته، يعني كمن أول في ذاته من غير ما إثباته، أي أول تأويلا يمنع من إثبات ما دل عليه النص مما هو متبادل مما هو ظاهر. فقوله من غير ما إثباته يعني أول تأويلا يمنعه من الإثبات، إثبات المعاني الظاهرة. على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى، استوى في كلام العرب بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، على هذه الكلمات دار كلام العلماء في معنى الاستواء. فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء كما هو قول بعض مثبتة الصفات الذين قالوا بأن الاستواء هنا الاستيلاء، هذا صرف اللفظ عن ظاهره صرفا يقتضي عدم إثبات المعنى الذي هو المتبادل والذي عضدته الأدلة الأخرى، وهو نفي علو الله عز وجل على خلقه ونفي علو الله تعالى على عرشه. قال من غير ما إثباتي، هذا الذي وقع منه ذلك فقد تعدى واستطال واجترى، هذا توصيف لفعله، وهذا يبين أن ما فعل هو جناية على النص، لأن تعدى فعل ما لا يجوز، واستطال أي زاد في التعدي والتمادي في الباطل، واجترى أي تكلم مجترئا في أمر لا علم له به، فالجرأة هنا جرأة مذمومة، وهو أن يخوض الإنسان فيما لا علم له به وأن يقول ما لا علم له به وما لا مدخل العقل فيه. ولذلك قال وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك أي خاض في ما يكون سببا لغرقه وهلاك، لأنه سمى البحر هنا البحر مخوف ووصفه بأنه بحر الهلاك، أي طريقه ومسلكه ومكانه الواسع الذي لا يسلم من دخله. وافترى أي نسب إلى الله تعالى ما ليس من صفاته، فتعدى وافترى، التعدي بتعطيل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وافترى بإثبات ما لم تثبته النصوص. فخلاصة جناية هذا على النص من وجهين، الوجه الأول تعطيل ما دل عليه النص، الوجه الثاني إثبات ما لم يدل عليه النص. ومثلنا بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، التعدي في تعطيل الاستواء بمعنى العلو، والافتراء في تفسير الاستواء بالاستيلاء، الافتراء في تفسير الاستواء بالاستيلاء. وسيأتي مزيد التقرير في هذه الصفة لكن هذا ذكرناه على وجه المثال. قال ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني ألا يدلك على سوء هذا الطريق وقبح هذا المسلك وخطورة هذا السبيل اختلاف أصحاب النظر، ما أدى إليه هذا الطريق من التأويل والتحريف من اختلاف أهل النظر، اختلاف أهل النظر يعني الباحثين والمتكلمين في ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، فهم في أمر مريج. وحسن ما نحاه ذو الأثر أي وسلامة وجمال وبهاء الطريق الذي سلكه وسار فيه ذو الأثر أي صاحب الأثر الذي تمسك بالأثار والتزمها ولم يتجاوزها إلى غيرها.
فإنهم قد اقتدوا، هذا بيان حسن طريقهم وسلامة مسلكهم، أنهم اقتدوا بالمصطفى أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أي ومن سار على طريقه من أصحابه الذين اهتدوا بهداه. قال: فاقنع بهذا وكفى. فاقنع أي اكتفي بهذا المسلك، وهو التزام الآثار وإثباتها على ما دلت عليه من المعاني دون تحريف وتأويل وصرف لها عن ظاهرها إلى معان دون مرجح، إلى معان يحتملها النص دون مرجح. وقوله رحمه الله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر، استدلال على خطأ الطريق بما يؤول إليه، بما ينتهي إليه، فإن العواقب تدل على الأوائل، الأواخر تدل على الأوائل، كما أن النهايات دليل صحة البدايات وخطأها، والنتائج يقول العلماء بمقدماتها. ولهذا لما ضل هؤلاء الطريق كانت ثمرة هذا الضلال ما ذكره المصنف من الاختلاف، والاختلاف لازم لكل من خرج عن النصوص. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب، مختلف، مشتبك، مشتبه. سببه بل كذبوا بالحق، فكل من كذب بالحق بعد أن تبين له وبعد مجيئه إليه فإنه سيناله ما ذكر الله تعالى من قوله بل هم في أمر، فهم في أمر مريج، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا قوله في قوله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. وكلام المتكلمين في هذا واضح وجلي، ومنهما حفظ عن الرازي في قوله: نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فلم يخرجوا في علم العلم المتعلق بالله إلا بهذه الحيرة والأذى والوبال، وأنهم جمعوا أقوال لا ثمرة لها. الله عز وجل عرف نفسه بكتابه ليحبه عباده، وإذا أحبوه اطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم، فلا طريق أكمل من الطريق والسبيل الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لإصابة الطمأنينة وللعلم بالله ومعرفته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأولئك جعلوا ذكره وذكر أسمائه وصفاته شقاء القلوب وحيرتها. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل أوليائه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.